تعرض العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن السابع الهجري لهجمة شرسة قام بها المغول في بلاد الشام، وخربوا المدن والبلاد حتى جاء قائد من فوارس الإسلام. فارس شجاع ومحارب ماهر من أبرز سلاطين دولة المماليك، التاريخ ينطق بشواهده وأحداثه. إنه ملك مصر المظفر سيف الدين قطز في مشهد عين جالوت. هو محمود ابن ممدود سيف الدين قطز، ولد أوائل القرن السابع الهجري في خوارزم بوسط أسيا لعائلة ملكية، غير أنه نشأ مملوكا بعد غزوات المغول التي اجتاحت العالم الإسلامي آنذاك. جاء قطز من بيت إمارة وأصبح مملوكا، كيف أثرت هذه التحولات وتبدل الحال في نشأته؟ سيف الدين قطز أو أبو المظفر كما يكنى، أصلا في البداية كان ينتسب إلى عائلة ملكية، فتنتسب هذه العائلة أصلا إلى أبي المظفر جلال الدين شاه، وكان حاكم يعني في وسط آسيا. وأبو قطز نفسه كان يعتبر ابن عم الحاكم أو الأمير، وأمه تعتبر أخت لهذا السلطان يعني. لكن في يوم من الأيام غارت عليهم يعني القبائل وكذا، ثم أسقطه في الأسر. اختلفت بالأحوال وانتقل من مكان من الأمراء بقى عبد أو مملوك، بيع في بلاد الشام، ومن بلاد الشام بيع بعد كده إلى مصر إلى السلطان نجم الدين أيوب، وأصبح من جملة مماليكه. وهو كان باين عليه أمارات النبوغ والذكاء الفطري، نبغ سياسيا وعسكريا، لأن هو أصلا في الفترة اللي كان عايش فيها مع خاله تعلم الفروسية وحفظ القرآن الكريم والضرب بالسيف وركوب الفرس. لكن لما هو صار من المماليك كان من المماليك يعني لهم وجه خاص، مش مماليك يعني يعتبروا للخدمة وكذا، ولكن كانوا يصنعوا صناعة خاصة ليكونوا فرسان ويكونوا مدافعين عمن يشتريهم. تعلموا القرآن والكتابة منذ الصغر، وأيضا تربوا على ظهور الخيول. صحيح، قطز يعني منذ صغره يعني كان يعني تبدو عليه أمارات الفرسان، حتى أصلا كلمة قطز بلغتهم تعني الكلب الشرس. الشرس قوة. نعم، كناية عن القوة. طبعا درس القرآن الكريم وتناول بعض العلوم الشرعية والعربية وأصول الفقه، وبالإضافة إلى طبعاً العلوم السياسية وإدارة شؤون البلاد وركوب الخيل، كل ما يتعلق بالفروسية أو إعداده كمقاتل شجاع يعني أخذ منه القسط الكبير. استمر المغول في تدمير البلاد الإسلامية حتى دخلوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية، وتقدموا إلى دمشق وحلب وفلسطين حتى وصلوا غزة، وبدأوا الاستعداد لاحتلال مصر. زحف المغول إلى بلاد الشام وأسقطوا الخلافة العباسية وقتل الخليفة وتوجهوا إلى مصر، كيف ولماذا خاض المسلمون هذه الموقعة عين جالوت؟ المغول طبعا في هذه الفترة كانوا يعني أسوأ مثال لهذا المغتصب، يعني ما تركوا بلدا إلا النادر، قتلوا طبعا قتلوا يعني العلماء وقتلوا الناس واستباحوا الدماء وحرقوا كتب المسلمين إلى غير ذلك، وصارت أغلب البلاد تحت سلطانهم بالقوة إلى غير ذلك. طبعا السبب الرئيس في هذه الموقعة المباركة عين جالوت التي كان فيها مدد من الله سبحانه وتعالى، أنه جاءت رسالة من قائد المغول يهدد فيها وقتها قطز بأنه يريد أن يقتحم مصر بألفاظ ومصطلحات قاسية. طبعا يعني قال له يعني أنت سمعت عما فعلناه في غيرك من البلاد، قتلناهم وشردناهم وكذا، فلا بد أن تزعن أنت ومن معك في رحاب بلدك. يعني كيف رتب قطز البيت الداخلي قبل خوض هذه المعركة؟ اجتمع قطز كان نائب السلطنة بالمسلمين وقال لهم يجب أن يكون لنا سلطانا قاهر يكسر العدو. بدأ يجيش الجيش ويعيد تنظيمه ويعيد أيضا تنظيم الدولة من الداخل، وبدأ حتى يعني كان من ذكائه وفطنته في هذه المرحلة أنه يعني يهدئ ما بينه وبين غيره من النزاعات. الخلافات. نعم، لا بد أن يرتب البيت من الداخل، لأن الأول لأن الخطر القادم يعني إذا دخل مصر لا قدر الله لن يترك فيها أخضرا ولا يابس، ولن يفرق بين هذا وذاك. فبدأ بهذا التدبير أنه يجمع الصوت الداخلي في مصر ولا يوجد فيها نزاعات أو خلافات. كيف استعد قطز بتقسيم الجيوش لخوض هذه الموقعة؟ خرج
قطز بالجيش المصري أو اللي هو الجيش المصري الجيش المماليك، وكان في متطوعة كتيرة من المصريين ومن بلاد الشام. وأول ما قرب للشرقية أو الصالحية أرسل الطلائع بتاعته بقيادة بيبرس عشان يتفقد الطريق ويشوف الدنيا عاملة إزاي ويشوف المغول فين. سلك سيف الدين قطز في ترتيب جيشه نهجاً جديداً في التخطيط العسكري، حيث كون في مقدمة الجيش فرقة كبيرة على رأسها بيبرس وجعلها تتقدم وتظهر تحركاتها، بينما يتخفى هو ببقية الجيش. قام بتقسيم الجيوش وأظهر عبقرية وبراعة عسكرية كبيرة ووضع بيبرس في المقدمة. نعم، هذا كان أيضاً من ذكائه العسكري، هو قسم الجيش فقط إلى قسمين، المقدمة، وكان هذه المقدمة الأكبر نسبياً من حيث العدد، جعلها تحت قيادة صديقه الظاهر بيبرس أو ركن الدين بيبرس كما يقال أيضاً في كتب المؤرخين. هذه المقدمة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أثخنت الجراح والقتل في جيش المغول، ثم بدأ بعد ذلك يأتي قطز بمؤخرة الجيش أو ببقية الجيش أو بجسم الجيش كما يقولون، وأيضاً يعني أظهر براعة يعني منقطعة النظير. في الوقت دوت أول ما وصل لغزة لأن طلائع جيش المغول أصبح في غزة بقيادة بيدر أو بدرة قائد المغولي، وبالفعل انتصر عليهم وهزمهم استعداداً للجيش الأصلي يصل، إلى أن وصلوا إلى عين جالوت. في الطريق قابلوا إمارة عكا الصليبية، وقطز عمل عقد مع الصليبيين أو هدنة مؤقتة، قال لهم لا تبقوا معايا ولا تبقوا عليا، على الحياد. وبالفعل خرج لسهل عين جالوت، واختار هو مكان المعركة. مكان المعركة كان عامل زي حرف اليو، أو سهل ده عامل زي واخد شكل منحني كده. نعم. خبى الجيش بتاعه في الأحراش والغابات اللي في الحتة ديت، وجعل المقدمة بقيادة بيبرس أمام المغول عشان يخدع القائد كتبغا نوين، فيحس إن هو ده بس جيش المسلمين. بالفعل ده هو عايز يدخله في آخر حرف اليو دوت ويطبق عليه. في البداية دخل المسلمين، المغول شافوه من عدد بسيط هجموا عليهم، المسلمين ينسحبوا وما يعني بيجروهم إلى فخ، ودول المغول يخش. بعد كده طب إزاي كان بيتعامل معاهم؟ ما المسلمين مش باينين، قلت لك الجيش مستخبي، عن طريق الطبول. كانوا عاملين لكل فرقة من المسلمين بتلبس لبس معين وتسمع صوت طبلة معينة، ففي إيقاع، يعني الحرب كانت شغالة بدل الإشارات بتاع دلوقتي واللاسلكي، لا الطبل. كانت هناك صحوة من قطز. فقطز ده باشر القتال بنفسه، نزل بنفسه في ميدان المعركة وقلع الخوذة بتاعته ألقاها، وقال الصيحة الشهيرة بتاعته وإسلامها 3 مرات، اللهم انصر عبدك قطز. وبالفعل انتصر المسلمين على المغول. لما بدت مظاهر النصر بقتل قائد المغول وأسر ابنه، يروى أن قطز رحمه الله نزل من على فرسه ومرغ خده في الأرض وسجد لله وصلى ركعتين شكر لله حمدا على هذا النصر. نعم طبعا، يعني لابد أن ينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى. انتصار المسلمين على التتار يعد انتصارا عظيما ومشرفا، أدى إلى طردهم وإبعادهم عن بلاد الشام وإنقاذ العالم الإسلامي والأوروبي من خطر المغول. تعد موقعة عين جالوت ضربة قاسمة للوجود التتاري والمغولي في هذه المنطقة. بالفعل حتى إن المغول كان يقال عليهم الجند الذي لا يهزم، أو إن المغول جيش لا يغلب. كسرت هذه الأسطورة بموقعة عين جالوت. وأصبح حصل حاجة كمان مهمة جداً، توحيد بين مصر وبلاد الشام اللي هو متفرق من 10 سنين، من ساعة ما الملك الصالح نجم الدين أيوب مات، ومصر والشام ما بقوش دولة، أصبحوا دولة واحدة مرة أخرى بقيادة سيف الدين قطز، وضمت بلاد الشام، وأصبح المغول بدل ما كانوا بيجوا بجيوش جرارة إلى منطقة بلاد الشام، لا أصبحهم أخيرهم الإغارات البسيطة ينهبوا ويهربوا، ما قاش لهم وجود واستيطان في بلاد الشام. وأسست هذه الموقعة للوجود المملوكي لقرابة 2.5 قرن من الزمان. صحيح، لأنه طبعا أثبتوا جدارة ونالوا محبة الناس ونالوا محبة المسلمين والعرب في كل أنحاء الدولة الإسلامية، وكان هذا النصر أيضا سبب في أن المسلمين الذين يقعون تحت سلطة المغول أيضا ثاروا وحرروا بلادهم بفضل الله تبارك وتعالى، وضربوا أروع الأمثلة
في وجوب المحافظة على الوطن. كانت أصداء موقعة عين جالوت قد وصلت إلى دمشق وحمص وحلب، وثار أهلها على التتار لتشكل هذه الموقعة بداية الوجود المملوكي عسكرياً وسياسياً لأكثر من قرنين ونصف من الزمان.